الفرس يا أبا فلان؟ قال سرقه سارق. قال فما منعك أن تمنعه؟ قال ما كان لي أن أقطع الصلاة قط. 100,000 200,000 ما قطعش الصلاة أبدا أبدا. عمرو بن عبد قيس كان يقوم من الليل، كان يجلس في المسجد بعد العصر، والناس ما كانش عندهم ليل بس، واحنا برضو ما جربناش الباب ده، عبادة النهار. كان يصلي من باء من عند الضحى إلى قائم الظهيرة قبل الظهر بربع ساعة، ومن بعد الظهر للعصر، وبعد العصر يذكر الله ويصلي من العصر للمغرب. فجلس بعد العصر فوجد قدمه قد انتفخت من طول القيام، انتفخت. فكان ينظر يقول يا نفس هذا أمر الله لك، وهذا هو قدرك، وهذه هي عبوديتك. ثم إذا نام وقام من نومه قال قومي يا مأوى كل سوء. أنت معتقد بقى أن نفسك مأوى كل سوء؟ مش معتقد، عشان كده تقع في المعصية ومش حاسس. إنما لو حسبتها هتلاقي نظرات وخطرات ورياء وعجب وكبر، وتنططت على فلان وشتمت فلان وشايف نفسك أحسن من فلان، هتقول يا خبتي أنا كده؟ ما كنتش متوقع. فكان يقول قوم يا مأوى كل سوء، يقفلوا ابن قوم يا مأوى كل سوء، والله لأزحفن بك زحفا. لو ما قدرتيش تقفي هحبك على الأرض، لأزحفن بك زحفا حتى يكون التقصير منك لا مني. حاجة يوم القيامة مش هبقى مقصر برضو، حتى لو دخلت النار مش هبقى مقصر. كان بعضهم يقول ذلك، والله لأعبدن الله عز وجل حتى ولو أدخلني النار، حتى إذا دخلت النار لا ألوم نفسي. تعرف اللوم يوم القيامة أليم، وتقعد تبص كده طب يا ريتني كنت عملت، طب ما سهرتش ليه، الله ما سهرتش بدري ليه، ما الناس داخلة قدامه يعني أنا بس، وأنا بقى بتجر وبسحب يد الخيبة. الندم ده بقى مش زي ما أنا بقولك كده، ده الندم ده أليم، ويوم يعض الظالم يأكل إيده من الندم، حياكل إيده من الندم. قوم يا مأوى كل سوء. وكان يزيد الرقاش يقول يا نفس لو نعي لك أحد أقاربك لبكيت، وأنت تنعى إليك نفسك كل يوم ولا تبكي. ما صحيح كل ما يعد يوم، قلت المفروض ان انت مكتوب عند ربنا هتعيش 60 سنة، النهاردة عدى يبقى هتعيش 60 سنة الا يوم، يعني انت نقصت يوم خسرت. وعجبا من اللي بيحتفل بعيد ميلاده، بيحتفل بعيد ميلاده ده انت نقصت اصلا من ساعة ما نزلت من بطن امك، وعمرك يتناقص مش بيزيد بينقص، بتقترب من القبر من المرحلة الثانية. كل يوم بينعى إليك نفسك وما بتعيطش، لو واحد قال لك قريبك مات بتبكي، ومع ذلك أنت تنعى في كل يوم ومع ذلك لا تبكي. وآثارهم كثيرة إن شاء الله عز وجل نكمل منها مع بعض التأصيل في العبادة، وكيف في المحاسبة، وكيف يحاسب المرء نفسه، لكن هذا إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم الذي هو سيكون إن شاء الله بعد العيد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يقومون على أنفسهم، عشان طبعا إخواننا بيزعلوا في أنا شايل الأسئلة بتاعت الدرس الفائت وأقدمها على أسئلة الدرس ده، وكنت عايز أطلب من بعض إخواننا اللي هم موجودين في المسجد الورق ده مكتوب فيه اسم ربنا سبحانه وتعالى واسم النبي وحديث وآية وكده، فلما نخلص يبقى حد يلمهم ويحرقهم عشان ما حدش يدوس عليهم ولا حاجة. أنا عملت استخارة في أمر هام ومستعجل ولا بد فيه من أخذ قراره بسرعة، فوجدت نفسي أقف موقف سلبي ولا أريد أن أخذ رأي. طبعا الكلام ده كان الأسبوع اللي فات تقريبا، إن طبعا إذا كان الأمر عاجل يبقى الأخ خلصه خلاص، لكن أنا اللي عايز أعلق عليه هنا مسألة إنك لما تستخير ما تقولش أنا مش واخد رأي. أصل أنت لما استخرت بتقول لربنا رأيك أنت إيه يا رب؟ الاستخارة هي الاستشارة. عايز أروح أتزوج امرأة، طب رحت شفتها خلاص شفتها ماشي، روح بقى البيت صلي استخارة وقول له يا رب المرأة دي لو كانت خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجله وعاقبة أمري فإيه فاقدرها لي أو اصرفها عني. طيب هياخد بعضه بعد كده ويعمل إيه؟ ملكش قرار بقى، أنت استخرت ربنا سبحانه وتعالى امضي في الموضوع. لو أن الله عز وجل علم في الأزل إن المرأة دي هتضرك
يعمل ايه سبحانه وتعالى؟ يصرف عنك. تلاقي حصل بينك وبين حماك مشكلة وخلاص يا ابني مش هديهالك مثلا. او العكس، المرأة مع الرجل وخلاص كده، تصد المرأة عنه او يصد الرجل عنها، ده يبقى قضاء الله عز وجل، انما يكونش لك رأي. واحذر من الا يكون لك رأي، انك ان تأخذ رأيا خطأ فتغرمه احب اليك من ايه؟ منك تبقى سلبي. شخصية السلبي دي ما تنفعش، شخصية السلبي دي شخصية المنافق المتردد. انما انت تتعود كده، خد قرار، خد قرار، خذ القرار، وحتى لو طلع غلط ما يضرك. انا في كلية الطب ولولا الامتحان ما ذكرت، فهل النيات الاخرى اجر طالما اني لولا الامتحان لم اذاكر؟ نعم، الطب ده، وده برضو من علامات يعني ضعفنا وسفال همتنا، لولا الامتحان ما كنت ذاكرت، عشان كده تطلع دكتور فاشل. فين الدكتور اللي يطلع من النظري يخش على المعمل مع الناس اللي اكبر منه ويشوفهم بيعملوا ايه ويدقق؟ احنا عايزين دكاتره شاطرين يكفون المؤنة. كل واحد يحصل له حاجه عويصه يسافر يقول لك سافر المانيا وبتاع، يعني المانيا احسن منك؟ ده انت اذكى منه. يبقى ليك نيه. قال الشافعي رحمه الله: ضيع الناس، او قال لهفي على تضييع الناس لثلث العلم وهو الطب. وفي سؤال تاني هنا، الاخ بيقول: هو فرض كفايه ولا فرض عين؟ لا، هو فرض كفايه، مش لازم كله يبقى دكاتره، يعني فرض كفايه. لازم الامه تخرج كما من الاطباء يكونون سببا في علاج مرضاهم، ده لازم. هل السنوسيه من احد الطرق الصوفيه؟ اه، السنوسيه التي كان منها عمر المختار. لكن هو الصوفيه زمان كانوا زي الصوفيه بتوع دلوقتي؟ ده هم دول اللي قاموا قدام الاحتلال في ليبيا وهم اللي قاتلوا. بتوع زمان دول كان عندهم الايه؟ كان عندهم الزهاده فقط. بعض بقى الاشياء الفرعيه، انت عامل لك ورد بقى مثلا في بدعه، السلطان عبد الحميد كان عنده ورد، كان صوف السلطان عبد الحميد، وقالوا له هنقسم فلسطين، وقف واقفه ما، وانتوا عارفين التاريخ كويس. مش بنقول الكلام دوت ان احنا نغسل له خطأ او لا، عنده كان بيقول اوراد مش موجوده في السنه، صحيح كان يتلو كلام مش موجود في السنه، صحيح فيه خطا، وكان هؤلاء عندهم من الخطا، لكن الله عز وجل لا يحاسب الناس حسابكم. احنا لو واحد غلط غلطه بننساله معروفه، اما الله عز وجل فعنده العدل سبحانه وتعالى. كان لهم مآثرهم يا اخوانا، وكان لهم منافعهم، ويكفيك ان هم اللي ردوا. بنت عمرها 12 سنه وفي مدرسه مختلطه وعايزه تقرا قران، تقرا القران، لان القران في الحقيقه ما فيهوش ترخيم صوت، القران ما فيهوش خضوع بالصوت. اذا حست بقى من نفسها ان هيكون منها شيء من كده ما تقراش، او حد من المدرسين يفتن بها. لا، مساله ان 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 حد، انا ما بقولش ان انت اذا رايت خطا في الناس يبقى انت مخطئ. انا لو شفت الغلط ببقى زعلان، انما اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انك انت ايه؟ ما تعتبرش نقص اخيك كمال فيك انت. عشان كده قال ما تقولش هلك الناس، لا فيهم خير، لا زال فيهم خير. لكن في الحقيقه مش دايما بيبقى خير، مش هنبقى صحابه احنا. ايام الصحابه كان في زنا وسرقه، فلازم ننبه إني إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها، كيف أخشى الله عز وجل؟ أن تخشى الله عز وجل، تعود عبادته وأن يتحرك قلبك في عبادته. يعني كما كان يقول بعض مشايخنا: صمت يوم، آخر اليوم أتفقد قلبي كده، رق ولا لأ؟ دمعتي غزرت ولا لأ؟ قمت ليلة جنيت؟ احنا بنقول يا إخواننا قيام الليل ده حصاد في أول القيام وتجني في آخر الليل، تفضل طول الليل تكابد. شو بيقول حسان ضحوا بأشمط عن عثمان رضي الله عنه: عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. طول الليل وانت قاعد تكابد، إذا ما الليل أدلج كابدوه، كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوعه.